روح التعاون شعلة، روح التعاون شعلة عند الشدائد والكروب، عند الشدائد والكروب. أمر من المولى لنا سبحان علم الخيور، من المولى لنا سبحان علم الخيور. روح التعاون، روح التعاون، روح التعاون، روح التعاون. هلا والله مشعل، مشعل تعلم الاستراحة بسرعة بسرعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هاي يا محمد، أكيد مشكلة جديدة. مصيبة مصيبة. على كل أنا ما راح أتكلم. تفضل شوف نفسك. معقولة؟ هي معقولة محمد؟ محمد لا حول ولا قوة. اسمع، من اليوم رايح نقطع العلاقات والكلام معه، ولا يعرفنا ولا نعرفه. يا اخي اصبر، لا تستعجل. تكذبني يعني؟ تكذب الكاميرا؟ لا يا محمد ما اكذبك، بس خلينا نشوف، نتصل عليه نشوف. يا اخي اتصل بسلامتك، انا ما ادخل، انا خلاص. محمد تعال يلا بسرعه، احنا بالصاله. تعال تعال بسرعه يلا، لا تاخر. يا محمد خلينا نتأكد. هو جاي الحين؟ اي جاي. عموما انا برسلك المقطع عشان ما يكذبك. طيب يلا. وصلك؟ اي وصل. هذا هو؟ اي. يلا تبي شيء؟ لا يلا بسلامتك. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا مشعل، وش السالفة؟ السالفة شوف انت بنفسك، بس الصراحة ما توقعتها منك. من يصورني؟ محمد. الله يهديك يا محمد، دايم تستعجل. أنت يا محمد آخر ما توقعت. لحظة يا ابن الحلال اصبر. وش لحظة؟ اصبر خلني بوريك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مبخرة قاعد أناظر فيها، عجبتني فكرتها. شف شف، شم ريحة البخور. مبخرة؟ هي مبخرة، ما تشم ريحتها؟ شم. إلا والله مبخرة. فهمت يا مشعل؟ إيه فهمت. الحمد لله الحمد لله، الحين ارتحت. وأنا كنت متأكد وقلت لمحمد لا تظلم الرجال. طيب الآن تعال اجلس مكاني وأنا بجلس على الطاولة وصورني. تعاون شعلة، روح التعاون شعلة عند الشدائد والكروب، عند الشدائد والكروب. بالله رسلها يا مشعل، رسلها الآن الآن، رسلها الآن تكفى. أبشر أبشر الحين برسلها. رسلها الآن. الله يهديك يا محمد، الله يهديك، قدر الله ما شاء فعل. محمد. هلا محمد. هلا والله. يلا حصل خير. بس يا محمد انت يعني لو ما استعجلت، يعني لو رحت خطوتين يمين ولا خطوتين يسار كان شفت الحقيقة وما صار اللي صار. ما يخالف يا محمد، لا تصير زي بعض القنوات اللي تصور الصورة من زاوية تريك خلاف الحقيقة عشان تخدعك. لا لا لا، ما يحتاج تجي، ما يحتاج تجي. لا خلاص. طيب يلا خلاص، يلا تعال. يلا سلام سلام. السلام عليكم. محمد نجا. محمد هنا. اهلا انا محمد. هلا والله. كيف حالك؟ اهلا والله. محمد الله يهديك، اسأت الظن فيني وخليت الشباب يسيئون الظن فيني. الله يهديك يا محمد.